وينضم إلينا عبر الهاتف أحد ثوار مدينة غريان مفتاح بادي. بداية أهلا بك سيد مفتاح. أهلا وسهلا بك، مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين. بداية لو تحدثنا عن آخر حيثيات البيان الصادر وما الهدف من هذا البيان؟ الكل شاهد البيان هذا اللي أثار الضجة عبر شبكة التواصل وفي وسائل الإعلام، ولكن الحمد لله ثم إرادة بعض الخيرين داخل المدينة تم تغليب صوت العقل وكبح جناح الطرفين إلى عدم الاحتكام إلى السلاح والدفع في مسارات أخرى اجتماعية وسياسيا وعالميا. طيب سيد مفتاح، هل هذا البيان صادر عن قوة حماية غريان فقط أم هو خليط من القوة ومن الأعيان والحكماء؟ الأخوة اللي طبعا الشغل هذا ما كانش وليد لحظة أو وليد ساعة، ولكن زي ما قلت لك إحنا خلال 24 ساعة أو أكثر بمجهودات الكثير من أهل المدينة من الوجوه والأعيان وأهل الحل والعقد والمجلس البلدي والأعيان والتواصل مع كل الأطراف المؤثرة داخل المدينة، بحيث أن نحن قدرنا نخلق نوع من التوازن والتهدية هذه وتغليب صوت العقل وعدم الوقوع في المحظور والخروج بالمدينة من المنزلق الخطير اللي مر على الجميع والحمد لله. طيب ما الخطوات التي ستتخذونها بعد هذا البيان؟ ربما يتم التواصل بشكل أكثر وحل حالة الموضوع بشكل سلمي والجلوس على مائدة واحدة وتجاوز هذه المحنة كي لا يقع على مدينة غريان ما شاهدناه في مدن أخرى. وأنا أستغرب بصراحة ربما وقعت بعض المدن بنغازي بالتحديد مثلا، كان الكثير من أهل المدينة مغرر بهم بحجة بناء الجيش والشرطة إلى أن وصل به الحال إلى ما هو عليه، ولكن اليوم التجربة استمرت. ما نشاهده اليوم ما شاهدناه في درنة وما يقع اليوم في مدينة مرزق هذا لا يدفع في اتجاه بناء جيش وشرطة، بدليل أنه مدينة مرزق من ساعات قليلة بس تم اغتيال مدير الأمن بتاعها وهكذا. طيب كيف تم التعامل مع من أعلنوا ولاءهم في بيان بالأمس مع حفتر؟ كيف تم التعامل معهم؟ زي ما قلت لك تم التواصل بشكل اجتماعي وخلق نوع من التهدية إلى طرفين الصراع، بحيث أن نخرج بالمدينة ونغلب صوت العقل بعيدا عن لغة السلاح. سيد مفتاح بادي أحد ثوار مدينة غريان كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.